بدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري طرح كراسات شروط شقق سكن لكل المصريين لمتحدي الإعاقة، وخصص الإسكان الاجتماعي الفترة من اليوم وحتى السبت المقبل للمواطنين من ذوي الإعاقة فقط، على أن تكون بعد ذلك لجميع المواطنين حتى 27 أكتوبر. وأوضح الصندوق أنه يمكن للمواطنين شراء كراسة الشروط وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية من خلال مكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.